السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو عن هذه الآلة ديرما رولر. كان بزاف بالك ما يعرفوهاش، وكاين اللي يعرفوها وبالك ما يعرفوش يخدموا بيها. هاد الآلة صدقوني لو كانت تداوموا عليها وتستعملوها راهي علاج متكامل للعديد من المشاكل اللي في البشرة ولا في الشعر ولا في الجسم، يعني علاج متكامل تغنيك على بزاف خلطات وبزاف طبا، وتغنيك على بزاف أدوية. هاد الخلطة هاد عفوا هاد الآلة يا حبيبتي آلة جد رائعة، فيها قياسات وفيها وعندها طريقة وميثود تستعملوها باش تقضوا على المشكله اللي راكو تعانوا منها. الو، تبعوا معايا مليح الموضوع باش تفهموا الفكره اللي راني باغيه نوصلها لكم. اول شيء نعرفوا ديرما رولر هو للوجه وللشعر وللمسامات للبشره وللحفر والنذبات. ما هو جهاز ديرما رولر؟ وما هي الطريقة وكيفية استخدامه واستعمال آلة الديرما رولر؟ وما هي فوائده وأضراره ومقاسات الجهاز ديرما رولر؟ يوجد 3 مقاسات من خلال أبحاثي والغشش اللي درتهم في المواقع الأطباء الجلدية. نقدم لكم شرح بسيط لجهاز ديرما رولر وفوائده وأضراره والمشكلات الجلدية التي يكون له دور في علاجها أو الدور المساعد في تحسين طريقة التخلص منها. ما هو الديرما رولر؟ تعتبر جهاز أو آلة الديرما رولر هو أحد الأجهزة المستخدمة في نضارة البشرة والجلد وعلاج بعض المشكلات الجلدية البسيطة، وهي عبارة عن يد تنتهي ببكرة بها الكثير من السنون والأسنان أو الإبرة البسيطة والرفيعة جدا، حيث تقاس بالملأ، وذلك لأنها تتعامل مع بشرة الوجه وفروة الرأس، ولذلك تكون ذات طبيعة خاصة، وهي جهاز طبي مسموح به ومستخدم بكثرة. فوائد الديرما رولر. الأمراض الجلدية التي تستخدم فيها الديرما رولر: أول شيء نضارة الوجه، تستخدم في الحصول على بشرة نضرة. ثاني شيء التشققات الجلدية، تستخدم في علاج بعض التشققات الجلدية. ثالث شيء الشعر، تستخدم في تحفيز نمو الشعر للرأس. رابعا الخطوط الحمراء والبيضاء، تستخدم في تقليل من شدة الخطوط بالجسم. الندبات لها دور في علاج بعض الندبات كما كانت سطحية أو أكثر. المسامات لها دور في تقليل المسامات الواسعة. نجو للتعليمات قبل البدء باستخدام جهاز ديرما رولر. قبل استخدام بشهر يمنع أي تقشير أو ليزر أو كريمات تفتيح للوجه. يعني قبل ما تستخدموا هذا الجهاز ديرما رولر راح تتجنبوا تقشير الوجه، ما تقشروش وجهكم، ما ديروش ليزر، ما تكونوش دايره ليزر، او تكونوا مستخدمين كريمات تفتح الوجه باش الطبقه تاع البشره تاعكم ما تكونش رقيقه. فهمتوا علاه؟ ثاني شيء يتم التغذيه الجيده من الخضروات والفاكهه. لازم تتغداو مليح، تعطوا الجسم تاعكم كامل الفيتامينات والخضروات اللي يحتاجها باش نتوما تساعدوا هذا الجهاز باش يعطيكم نتيجة للجسم تاعكم، سواء للوجه او للشعر او غيره. ثالث شيء يمنع استخدام لها في وجود اي حبوب او التهابات للبشرة، ويتم علاج المشكل اولا. اللي عندها حب شباب ولا عندها اكزيما ولا عندها اي مشكل في البشره تاعها، تعالجوا قبل عاد تستخدم هذه الديرما رولر.
يتم علاج أي مرض يسبب جفاف الجلد والبشرة. يعني نفس الكلام اللي قلته، أي مرض عندك يسبب جفاف البشرة أو الجلد نتاعك، عالجيه، من بعد استخدمي هاد الديرمالورا. ونزيدكم حاجة، هاد الديرمالورا أيضا هي علاج مكمل لجفاف الشعر، عفوا جفاف الجلد والبشرة. خامسا، استشارة الطبيب في حالات تعاطي أدوية تسبب الجفاف للجلد أو الإحمرار. إلا راكي تاكلي كاش دواء راه يسبب لك إحمرار في البشرة تاعك ولا في الجلد تاعك، استشيري الطبيب قبل ما تستعملي هاد الديرمالورا. سادسا، يمنع أي مكياج للبشرة أو عطور قبل استخدام بأسبوع لتجنب الحساسية للجلد والالتهابات. كي تستعملي هاد، كتبغي تستعملي هادي الديرمالورولر، مادا بيك ما تستخدمي لا مكياج ولا عطر قبل مانيش نقول بعد، قبل استخدام هاد الديرمالورولر، باش تكوني مهيئة البشرة نتاعك لهاد الديرمالورولر. وايضا بعد استخدامها، ماذا بك بعدها باسبوع ايضا ما تستخدميش. هما يقولوا من الاحسن يعني تستخدميها بعد 24 ساعه ما تستخدميش المكياج، يعني من بعد 24 ساعه تقدري تستخدمي، بصح انا نقول من الافضل اسبوع قبل استخدام ما تستخدمي لا مكياج لا عطور، واسبوع بعد ما تستخدمي لا مكياج لا عطور، باش هكا ما تتحسش البشره تاعك وما نقولوش في مشكل اخر. ايضا العناية بالبشرة قبل استخدام الديرما رولر، يعني قبل ما تستخدميها ماذا بيك تكوني تانية بشرتك، تغسليها مليح باي صابون خاص اللي موالفة تخدمي به وتغسلي به وجهك تستخدميها. نجولي الخطوات، تبعوا معي هذه الخطوات جد مهمة قبل استخدام ديرمالور. اول خطوه، تنظيف اليدين جيدا، يديك خصهم يكونوا نظاف. ثاني شيء، غسل الوجه والبشره بالماء وتجفيفه بالفوطه لمده 10 دقائق برفق. غسلي وجهك بالماء وجففيه بالفوطه، ما تقدروا تستخدموا ايضا كما قلت لكم الصابون الخاص بالبشره، وجففيه برفق. ثالث شيء، استخدام كريم موضعي مخدر على الجلد من وصف طبيب. تقدري تستخدمي انستيزي او مخدر موضعي باش ما تحسيش بهذاك الالم. هو على كل حال الالم تاعها خفيف، ماهوش يعني كاين اللي يستحملو كاين اللي ما يستحملوش. تقدري تستخدمي المخدر الموضعي قبل استخدام هذا الديرمالورر، كون وصفها لك الطبيب. ملحوظه، البعض يمكنهم استخدام كريم مخدر وحسب كل حالة طريقة استخدام واستعمال الديرمالورولر للبشرة والوجه. الطريقة الصحيحة لاستخدامها على الوجه للحصول على نضارة البشرة، يتم مرور الجهاز على الخد الأيمن بطريقة لطيفة مثل تمرير قطعة قطن بطريقة عرضية. يعني البلاصة حنايا إلا كي باغية ديريها كاع الوجه نتاعك، ولا راكي مخصصة جزء فقط من البشره نتاعك بغيتي تستخدمي عليه هذه الديرمارول، اول شيء تروحي لهذاك المكان. دوك نوريكم بعد نطبق لكم بالجهاز اللي عندي. تروحي المكان اللي راكي باغيه تستخدمي به الديرمارول، تدي فيه وتجيبيه، بصح ما تضغطيش برك. روحي وروح في مكان واحده، روحي ولي حوالي 4 مرات او 5 مرات وبدلي المكان، يعني مش في نفس المكان تعاودي ترجعي، لا روحي مكان، روحي مكان اللي حداه وهكا وهكا حتى تكملي. يتم المرور الجهاز على الخط الايسر بطريقه لطيفه وعرضيه، ويتم المرور كالسابق 10 مرات بالتبادل، 10 مرات للخد الايمن و10 مرات للخد الايسر. يعني في الخد الايمن ديري 10 مرات، روحي ولي روحي ولي، كيف كيف في الجهه الاخرى. رابع شيء، يتم المرور على الجبهة بنفس الطريقة كأنها خط مستقيم تقومين برسمه برفق.
خامسا يمكن استخدامها على منطقة الذقن أيضا. كان بزاف رجال عندهم اللحية ما تنضش بزاف ولا عندهم هذيك التعلابات على اللحية، جد مفيدة جد مفيدة لهذا المشكل، يعني راهي مفيدة للرجال والنساء في نفس الوقت. ما تقولوش برك النساء ومنا، حتى الرجال يقدروا يستخدموها اللي عندهم مشكلة في البشرة نتاعهم. كاين اللي عنده الذقن ما ينبتش، ولا الشعر خفيف ولا حاجة كيما هكا، يقدروا يستخدموها. ملحوظة مهمة، أنت من تستطيع تحديد درجة الرقة واللطافة حيث تشعرين بوخز الإبر على البشرة، ولابد من جعلها خفيفة كما قلت لكم قبيلة، ما تضغطوش عليها برك، فوتوا عليها عادي، يعني مسكيها بكل لطف، ما تضغطيش على البشرة بالعقل، فوتي عليها. الدرما رولانجو لتساقط الشعر. شوفوا قبل ما ندخلوا هنا ونحددوا عليها على تساقط الشعر، راهي فيها مقاييس وكل منطقة عندها مقياس، يعني لا استخدمتيها للشعر عندك مقياس، ولا استخدمتيها للوجه عندك مقياس، ولا استخدمتيها للمنطقة حول الفم وحول العين عندك مقياس، ولا استخدمتيها للجسم تاعك اللي كيما عندهم الخطوط الحمراء والبيضاء والسيلوليت ايضا عندك مقياس. باش نكونوا متفاهمين، يعني قبل ما تستخدمي كل منطقة خصك تعرفي المقياس اللي تستعمليه، وراح من بعد نحددكم على المقاييس اللي تقدروا تستخدموهم في كل منطقة. نكملوا موضوعنا ونتحدثوا على الديرما رورال لتساقط الشعر. تقوم بتحفيز نمو الشعر ويكون بنفس طريقة الاستخدام المذكورة سابقا، بمرور الجهاز برفق جدا على فروة الرأس. فهمتوا يا البنات؟ كيما استخدمناها البشرة وقلنا نروحوا ونولوا، نروحوا ونولوا ونبدلوا الاتجاهات، يعني لا مشيتي افقيا تعاودي تروحي عموديا، فهمتوا؟ بنفس الطريقة للشعر، كيما استخدمتي في البشرة نتاعك تعاودي تستخدمي الشيء للشعر. نكملوا الديرما رولر اللي تجاعيد وكبر الجلد. نظرا لاستخدام الديرما رولر لنضارة الوجه قد تعطي حيوية للجلد ويبدو أصغر سنا. الديرما رولر للخطوط الحمراء والبيضاء، تقوم الديرما رولر بتخفيف درجة وضوح الخطوط عن طريق تحفيز لخلايا الجلد كمساج طبيعي للجلد. ملحوظة، يمكن استخدام كريمات بها فيتامين أو أي كريمات علاجية للخطوط تزيد من الفعالية، يعني كي تستخدمي هذه الديرما رولر وتكملي تقدري تستخدمي فيتامينات. ننصحكم بالفيتامين E والفيتامين سي، واذا لقيتيهم مع بعض، يعني مع بعض الاو والسي، فيتامين سي والاو في قرعه واحده، ماذا بكم؟ تقدروا تستخدموا ايضا زبده الشيا، يعني بعد استعمال هذا الديرما رولر. وتقدروا تستعملوا ايضا زيت التين الشوكي، عنده فوائد جد عظيمه، وراه يعطي بشره نضاره ما تتصوروهاش. زيت التين الشوكي والفيتامين سي والفيتامين او وزبده الشيا، هادو كامل تقدروا تستعملوهم. انجو نكملوا موضوعنا. ديرما رولر لندبات الحب الشباب اللي عندها حفر لي تخاص تاع الحب، يعني الحب خلالها دي تخاص في وجهها كما هذوك الحفر اللي تشوفوهم. يكون تاثير الجهاز جيد في حالات ندبات سطحيه، يعني سطحيه ماناش نقولوا حاجه كبيره، ويساعد في نضاره الوجه ايضا. ديرما رولر للمساقات، تقوم ديرما رولر بتقليل المسامات الواسعه، طريق تحفيز الخلايا الجلد كمساج طبيعي للجلد، تعالج المسامات الواسعة وراح تخلصوا منها نهائيا باستعمال هذا الديرما رولر. الديرما رولر للسيلوليت، قد تستخدم ايضا في مشكلة السيلوليت كمساج جيد للجلد. الديرما رولر للبقع والتصبغات، النتيجة ليست كبيرة حيث انها تعمل اكثر على نضارة الجلد، وقد تساعد في خلال شهر مع تغيير الجلد الطبيعي. ممنوعات أثناء استخدام الديرما رولر، تمنع وضعها على الفم والعينين ومناطق الأنف.
هي ماشي تمنع، هي يعني مش ممنوعه، برك يخافوا اللي ما يعرفوش يستخدموها كيفاش يستخدموها ومن بعد يولوا في مشكله اخرى. هي عندها مقاس وعندها طريقه، لو كان استخدموها صدقوني كيما خبرتكم كيما راح نوريكم راح تعطيكم نتيجه ما راحش تامنوا، ما تامنوش الطريقه اللي راح يعني النتيجه اللي راح تعطيها لكم. ثاني شيء يمنع استخدام الليزر او اي كريم تفتيح في نفس المقاس. ثالث شيء تمنع في حالة وجود حبوب في البشرة أو مرض جلدي يسبب الالتهاب. أول شيء قبل استخدامها يتم تعقيم الجهاز بشطف بالماء الساخن وأيضا الكحول في حال تم استخدام كريم مخدر. قبل ما تستخدموها يا البنات جيبوا كحول مدى بهكم يكون درجته 60 درجة، حطوها فيه باش تعقموها، عاد استخدموها كيما راح كيما اللي يستخدموا الابره. قبل ما يستخدموها يعقموا هذيك هذاك المكان، عادي يدقوا البره. دونك لا ميم شوز، قبل ما تستخدمي هذه الديرمارولر تعقمي هذاك، تعقميها هي لانها ماهيش معقمه، تعقميها وعاد تبداي في الاوبيراسيون تاعك. يتم وضع كريم ملطف ومرطب للبشره بعد استخدامها كما قلنا قبيله، قلنا ذكرت لكم الكريمات اللي تقدروا تستخدموهم. وبعد استخدامها ايضا كريم للحمايه من الشمس في حاله الخروج، قلت لكم عليها هذه بزاف. من بعد ما تستخدموها استخدموا كريم حمايه الشمس، لان البشره نتاعكم راه تولي كي شغل لابو تاع البيبي كيما بشره الاطفال، تكون عاد جديده وعاد مهيئه لل يعني تكون لابو نتاعها كيما نقولوا حساسه. اكدوا لي على هذه النقطه نتاع استخدام الكريم واقي الشمس. نجول كم عدد المرات استخدام ديرمارول، كم عدد مرات؟ اول مره يفضل استخدامها كل 15 يوم. اول مره كي تبغي تستخدميها عمرك ما استخدمتيها، ماذا بك شاك جوغ يعني كل 15 يوم تستخدميها، تحلك مرتين في الشهر. ثاني شيء تم استخدام من قبل، اللي خدم بها يعني من قبل، يكون كل اسبوع او 10 ايام، يعني ساي لابو تاعك راهي تعودت عليها، تقدري تولي كل اسبوع تخدمي بها مره او كل 10 مرات تخدمي بها، 10 ايام تخدمي بها مره. يمكن استخدام اكثر من مره اسبوعيا من 3 الى 3 مرات في الاسبوع، يكون بالصح بالمقاس 0.5 ملي لتر. فهمتوني؟ تقدري ايضا تستخدميها اكثر من مره في الاسبوع بالصح، يكون بالمقاس الصغير. نجو دركا كيما وعدتكم انكم تشوفوا هاد تشوفوها كيفاش دايره، ممكن كاين اللي عمره ما شافها ولا عارفها. انا شريت هاد النوعيه اللي هي 600 6 في واحد، يعني خير ما تروحي تشري وحده للبشره وحده للشعر، هذه فيها كل شيء بسعر رمزي. ونحلها معاكم دشنوها مع بعض. الو ها هي كيما راكو تشوفوا، كيما راكو تشوفوا نفتحوا لابوات. هادي باش تحطوا هنا الكول وتعقموا فيها هادي، شوفوا شحال بياسه، هاي وحده، هاي زوج، هاي ثلاثه، هاي اربعه، هاي خمسه. الو شوفوا البنات هادي هذه المقاس المتوسط اللي هو 1 مليمتر. هذه وين تستخدميها؟ تقدري تستخدميها في لابو تاعك عادي، في الوجه تاعك كما كنا نقولوا قبيله، في الخد الايمن والخد الايسر، في الدقن، في الجبهه، عادي تقدري تستخدمي هذا المقاس. مقاس واحد عفوا، ما كانش يبان في الكاميرا،
هذا المقص تقدري تستخدمي به في الوجه عادي، ايضا تقدري تستخدمي به في الشعر اللي عندها مشكلة التعلبة، اللي عندها مشكلة تساقط الشعر، اللي عندها منطقة في الشعر ما تنبتش، ما ينبتش فيها الشعر مليح، تقدري تستخدميها بكل سهولة وبكل بصح. كاينه حاجة ننوهكم ليها، ما يستخدموش اثنين ديرمارول، استخدام الواحد ايزاج اينيك، يعني لا استخدمتيها انت ما تستخدمهاش ماماك ولا اختك ولا صديقتك ولا عمتك ولا جارتك، تستخدميها انت فقط. هذه هي النقطة اللي بغيت نوضحها لكم. كما قلت لكم هات قبل تعقموها ديروا هنا المعقم، هتحطوها فيه وتبداو الاستخدام عادي. نجول المقاس الثاني هذا الكبير، هذا اللي تقدري تستخدميه في لوكور نتاعك اللي قلنا عندهم مشكلة السيلوليت ومشكلة الخطوط البيضاء او الحمراء في الجسم، هذه تقدري تستخدميها في هذا الموضع. اللي مقاسها هو 1.5 ملي متر، صيبوا البنات هذه هي، هذه يا البنات تستخدميها في المنطقة الحول العين اللي عندها باريكزوم تاع جاعيد، ولا عندها منش عارف عندها ضربة خلت لها طراسة عند العين تبغي تحيدها، هذه هذا هو المقاس. وحول الفم أيضا، هذا المقاس اللي تستخدميه حول الفم وحول العين، يعني من الأفضل ما تستخدميش هذا، تستخدمين عندك المنطقة رقيقة وممكن تتضرر، استخدمي هذا المقاس. هذا المقاس أحسن مقاس لمنطقة حول العين والفم لأنها منطقة جد حساسة. هذه لابغوس باش تنقي بها، هذه هي لابغوس نقو بها مخدومة بالسيليكون، هذه لابغوس نقو بها الوجه قبل استخدام هاد الآلة، يعني نغسل وجهي ونفوت عليه هاد لابغوس كيش غندير لها تقشير خفيف بهاد لابغوس. هادو هادي ما عرفتهاش جو سي با هادي واش. الوغ نجول طريقه التطبيق. دونك هذا هي المكان، نفرضوا مثلا انا ماشي نطبقها، نفرضوا مثلا هذه المكان اللي راكي باغيه تطبقي عليه الديرمار ولا هذا هو الخد، كنا قبل شي تعقميها في المعقم، ولا عندك مخدر بغيتي ديريه فوق هذيك المنطقه تخليه واحد النص ساعه وتجي جيبي الديرمارول، اتفوتي كيما هاك 1 2 3 4 5 سي بون، هاد البلاصه راكي فوتي عليها 5 مرات، خليها وروحي اللي حداها 1 2 3 4 5 كيف اللي حداها 1 2 3 4 5 درتي بهاد بالطريقه العمودي نجول الافقيه هاك 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هكا حتى تكملي كامل هذيك المنطقه. نورمالمون تكون وصلتكم الفكره البنات، واللي عندها اي استفسار يعني شوفوا من الافضل هي كاين تتبع كل مقاس وحده، يعني كاينت لي هذا المقاس وحده في بواط وحدها، هاد المقاس وحده باريكزوم تركيبه تستعمليها غير لوجهك، شري هاد المقاس غير هاد المقاس وتقدري تشري مع هاد الصغير، بصح انا نفضل تشرو هاد لابواط كامل خاطر من بعد تستحقوا هاد المقاسات، ممكن لشعركم ممكن لجسمكم ممكن تبغوا تستخدموها لشخص اخر، فهمتوا؟ هادي 6 في 1 فيها 6 بياس كيما راكم تشوفوا 1 2 3 4 5 وهادي 6، هادي افضل من بعد ما تستخدموها وتكملوا منها عقموها ايضا ودخلوها في لابواط وخلوها. هذا هو تطبيقنا، عفوا هذا هو فيديونا نهار اليوم. كنت باغي نوريكم ايضا لي سيروم، انا مازال ما شريتش السيروم هذاك فيتامين سي او باسكو مازال ما لقيتوش، لا بروشين فوا ان شاء الله نوريه لكم. الزبده الشيا كامل تعرفوها، وزيت ستين الشوكي ايضا تلقاوه ثاني هو عند العشاب، هادو هما اللي تقدروا تستخدموهم بعد استخدام هاد الديرمارولر. شوفوا قبل ما تستخدموها برك تبعوا النصائح اللي عطيتهم لكم، صدقوني راح تعطيكم نتائج جد رائعه، تستغنيكم على باش تشرو هاد لي كريم الغاليين
اللي ما عندهم حتى فايدة. حتى إذا شريتي بكريم وبغيتي يعطيك نتيجة في الجسم تاعك، كي تكون تكوني درتي الديرما رولر وتكون يكون بشرة تاعك مهيئة أنها تستقبل هذا المنتوج وتعطيه نتيجة، يعني يكون الكولاجين تاعك متجدد، وهذا هاد الديرما رولر تجدد البشرة، تعطيك يوم بو جديدة، راح تلاحظي انك بو جديدة وتهني من كامل المشاكل. لا لازير، لا كريمات غالية، لا تقشير، لا حتى حاجة. الديرما رولر هو علاج لكل مشاكل البشرة بكل انواعها. الو هذه هي، ما نطولش عليكم اكثر من هاك، وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوليش لايك، وما تنساوليش الاشتراك اللي مش مشتركة في القناة، دعموني باش نزيد نعطيكم افكار، نزيد ندير لكم فيديوهات كيما هادو، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد. اللي عندها تساؤلات خليهم لي في التعليقات، راح نرد عليكم. ونلتقي ان شاء الله حبيباتي في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.